السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر سنة تانية إعدادي الترم التاني 2024. حلينا مع بعض الوحدة السابعة بالكامل يونت 7، والنهاردة هنبدأ حل يونت 8 الوحدة التامنة بالكامل إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات ونبدأ مع بعض يونت 8 من كتاب المعاصر سنة تانية إعدادي بيج 68 صفحة 68. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. The opposite، هنا عايز عكس أو مضاد، of the word lucky. Lucky محظوظ، عكسها unlucky. يبقى ركز في المعنى ولا العكس، هنا عايز العكس، محظوظ غير محظوظ. The food in this restaurant، الطعام في المطعم ده، is tasty، طعمه جميل جدا. This means، ده معناه it is delicious، إنه هو لذيذ. Fruit and chocolate، fruit and chocolate، الفاكهة والشوكولاتة، are sweet، هي حلوة. But fish and cheese، بس السمك والجبنة بتبقى ايه؟ salty، ملحة شوية. To get the adjective from the word allergy، عشان نجيب الصفة من كلمة allergy حساسية، بحط لها ايه؟ icy، تبقى allergic، لديه حساسية. Healthy، صحي، is not، but health is a noun، صح دي صفة، بصف حاجة ان هي صحية، يبقى adjective، لكن health الصحة ذات نفسها دي a noun اسم. Page 72 صفحة 72. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. Some people، بعض الناس، eat not، بياكلوا ايه؟ between the main meals، بين الوجبات الرئيسية، يبقى snacks، بيجلوا وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. Watermelon، البطيخ، is a nut fruit، هو أكيد juicy، فاكهة فيها عصارة، فيها كمية من المية كبيرة، juicy. Don't put much salt، ما تحطش ملح كتير، please لو سمحت. I don't like nut food، مدام ما تحطش ملح كتير يبقى أنا ما بحبش اللي هي salty food، الطعام المالح، يبقى لازم أترجم الكلمة أو الجملة قبل ما حل. I am not too sweet، so I never eat them، أنا عندي حساسية من الحلوى، مش كده مش باكلهم، يبقى allergic، حساسية، عندي حساسية من شيء فمش باكله. Eating rice، أكل الرز and pasta والمكرونة، gives us، بيدينا إيه؟ أكيد energy، طاقة. A or an not is a boy، هو ولد، or a girl أو بنت. Aged 13 to 19، عمره ما بين ال 13، عمره ما بين ال 13 و 19، بسميه teenager، مراهق، teenager. Not food tastes hot، الطعام اللي يبدو حار، يبقى spicy food. Tastes hot. In many places، في الكثير من الأماكن، people use fava beans، الناس بيستخدموا الفول to make، في كثير من الأماكن بيستخدموا الفول عشان يعملوا إيه؟ to make فلافل، عشان يعملوا الفلافل، بيطحنوه فيتحول لفلافل. She eats a lot of fish، هي بتاكل الكثير من السمك. Because، لأن، it helps، بيساعدها، to make her، السمك بيساعد الإنسان تبقى strong، قوي. أصل nervous، متوتر أو عصبي، لأ. tired، متعب، لأ. fat، سمين، لأ طبعا، هي strong. strong يعني ايه؟ قوي. We help، احنا بنساعد، مام امنا، with the not after meals، في ايه؟ بعد الوجبات، بنساعد امنا، ممكن washing up في الغسيل، بعد الوجبة بنغسل مع بعض الاطباق، يبقى washing up يعني غسيل الاطباق. Page 73 صفحة 73. My mother's food، طعام امي، طعام ايه امي؟ نقط ديليشيس، يبدو لذيذ. I like it so much، يبقى تستس، تستس يعني طعمه لذيذ، انا بحبه. Chocolate، الشوكولاتة، is not dessert around the world، هي حاجة محبوبة جدا او منتشرة، يبقى popular. 13 رقم 13، نقط means very nice to eat، حاجة جميلة ان احنا ناكلها، يبقى اكيد delicious، لذيذ، لذيذ يعني حاجة جميلة ان احنا ناكلها.
نقط means food معناها طعام. That is quick سريع. And easy to buy or cook وسهل تشتري أو تطبخه. سهل تشتري أو تطبخه يبقى أكيد الفاست فود الوجبات السريعة. Milk اللبن is good not your health مفيد للصحة يبقى good for مفيد لي. In summers في أوقات الصيف many shops كثير من المحلات and restaurants والمطاعم نقط جيد offers بتعمل أو عروض عظيمة أو عروض كبيرة يبقى make بتيجي مع offers make بتيجي مع أي offers عروض كبيرة. Page صفحة 75 صفحة 75 هنا بيقولي your favorite type of food النوع المفضل ليك من الطعام. هنا جيب لي الخطوة الأولى بكمل كلمات ثم بكمل محادثة كاملة. What is your favorite هتبقى juicy fruit ايه فاكهتك المليئة بالعصير المفضلة juicy. طبعا في الامتحان مش هيجيب لي بالعربي. قال له I like watermelons بحب البطيخ and oranges والبرتقال. هنا do you like نقط فود تبقى سبايسي هل بتحب الطعام اللي فيه توابل كتير؟ قال له yes I do. Which type of food ايه نوع الطعام are you هتبقى نقط يبقى allergic to اللي عندك حساسية يبقى what type of food are you allergic to. قال له I am allergic to strawberries عندي حساسية من الفراولة. دي الخطوة الأولى. طب الخطوة الثانية حودة أو هدى is talking with لميس about food هدى بتكلم لميس عن الطعام. هدى بتقول do you like food هل بتحب الطعام؟ طبعا يا سيدو أيوة بحبه. سؤال إجابته I like rice and pasta بحب الرز والمكرونة يبقى what food do you prefer أو what food do you like الطعام اللي بتفضليه أو what's your favorite food what food do you like لا بحب الرز والمكرونة. سؤال يبقى why لماذا عشان إجابته because وممكن أقول why do you like ليه بتحبي rice and pasta أو why بس إجابة صحيحة because يجيبني عشان هي بتديني enough energy طاقة إيه كفاية. Are you allergic to any kind of food? هل انت عندك حساسية من اي نوع من الطعام؟ اقول yes I am. ايوة. What type of food are you allergic to? ايه نوع الطعام اللي عندك حساسية منه؟ اقول I am allergic to strawberries. عندي من الفراولة. بنكمل كلمات وبنكمل جمل. المحادثة الثانية your favorite snack وجبتك المفضلة بيقول ايه what is your favorite نقطة هتبقى snack. قال له I like nuts انا بحب النuts. Would you like نقط سمتي يبقى would you like some هل تحب بعض الشيء ده عرض تيجي معها some بعض الشيء. قال له yes please. هنا would you like a nut milk اللبن لا يعد يبقى would you like a little milk هل تحب القليل من اللبن. On your tea قال له yes please just a little فقط قليل. وممكن اقول ايه would you like a cup ما فيش غير a little milk دي افضل حاجة. قال له ايوه بس قليل لو سمحت. Mona and Iman are talking about snacks بيتكلموا عن الوجبات الخفيفة. What's your favorite snack؟ قال له إجابة. قال له سؤال. قال له because it is very delicious لأنها لذيذة. سؤال بأكلها في المطاعم. بتأكل إيه تاني؟ يبقى مثلا I like nuts. مادام ما حددش بحب المكسرات. Why؟ ليه؟ Because it is very delicious لأنها لذيذة. سؤال إجابته I eat it in restaurants. انا باكلها في المطاعم. طبعا ناس كتير بتقول لي يا مستر واي صح طب ممكن اكمل اقول له واي دو يو لايك نتس واي دو يو لايك نتس او واي بس
ليه؟ عشان هي لذيذة. يبقى وير دو يو ايت ات، بتاكلها فين؟ قال له باكلها في المطاعم. قال له وات ايلس دو يو ايت، ايضا بتاكل ايه؟ قال له اجابه، قال له هاو اوفن دو يو ايت فيجيتابلز، كم مره بتاكل فيها الخضار؟ يبقى اي ايت فيجيتابلز، بتاكل ايه ايضا؟ قال له انا باكل خضار. قال له كم مره بتاكل فيها الخضار؟ هقول اي مثلا ايت فيجيتابلز every day، باكل خضروات كل يوم. هنا جيب لي موضوعين، اول موضوع your favorite type of food، طعامك المفضل. تاني موضوع your favorite snack، وجبتك المفضلة. طبعا هكتب العنوان في نص السطر، هنكتب كده فكرته بس. نختار ده my favorite snack، العنوان من علامات تنصيص. سيبنا مسافة في أول إيه سطر، هقول I like fruits، أنا بحب الفواكه. fruits أو زي عايد عليها أنواع الفواكه are my favorite snacks، هي وجباتي الخفيفة المفضلة. they are healthy، الفواكه مفيدة. they are delicious and وهي لذيذة and good for me، my parents والدي advise me بينصحوني to eat fruits، ان انا اكل الفواكه every day، كل يوم. هي دي بس الفكره، اللي يعني من في نص السطر من علامات تنصيص. اسيب مسافه في اول سطر، الحرف الاول كابيتال وفي نهايه كل جمله فول ستوب. وبكده يبقى خلصنا صفحه 75، بيج 77. صفحه 77 هنا تشوز، اختار. اي دونت لايك تو هاف نو اد سولت، انا مش عايز اي من الملح في الطعام. بيكوز ات از نوت فيري هيلثي، لانه ليس صحي. يبقى مع النفي اني، مع النفي اني، مش عايز اي من الملح. هنا الكلمه لو لا تعد زي الملح او جمع، لما الجمله تكون منفيه بختار اني. بيج 78، صفحه 78. شي ايتس نوت فيش بيكوز ذات جيفز هير انرجي، هي بتاكل اكيد الكثير من السمك لانه بيديها طاقه. يبقى a lot of، كثير من، الوحيده اللي تنفع. There are not cars near my house، هقول يوجد بعض السيارات بالقرب من منزلي، دي جملة مثبتة يبقى صم. لو منفية كنا اخترنا اني، طبعا ماتش ما تنفعش عشان الكمية، وقالوت لازم يجي معاها اوف. Would you like، هل تحب، ده عرض، يبقى some salt in your chips، بعض الملح على المقرمشات. يبقى هنا would you like some، طب يا مستر هنا مفيش some، طب اختار ايه؟ ممكن اختار a little. طب ليه دول غلط؟ a few قليل العدد، many كثير العدد، several عديد، يبقى a little قليل الكمية. مفيش سم، اختار ايه؟ a little، بمعنى قليل من، بمعنى ايه؟ قليل من. علي has only not flowers، علي عنده القليل من الورد. he can't give you one، مش هيقدر يديك واحدة. يبقى a few، a few يعني قليل للعدد. would you like، هل تحب، نقط cold orange juice، يبقى would you like some، هل تحب عصير البرتقال اللي هو البارد، يبقى some، some في العرض والطلب. the children، الاطفال. eight نقط of rice yesterday، ما دام في كلمه of يبقى a lot of، كانوا الكثير من الرز امبارح. I have not free time، انا عندي وقت فراغ ايه؟ for hobbies للهوايات، because I work a lot، عشان شغال كتير.
يبقى انا عندي a few free time ولا a little free time. هنا الوقت يجي معاها a little. يا مستر الوقت بيجي معاها قليل الكمية. نحفظوها كده. الوقت قبل ما احطه في صورة دقايق وساعات وايام كان كمية، يبقى a little قليل من، مع الوقت اختار a little free time ما نتلخبطش. Do you want، هل تريد، do you want نقط كوفي، ده طبعا ايه عرض، يبقى some coffee. No thanks، لا شكرا. I haven't seen not lions when I was in Africa. أنا ما شفتش أي من الأسود لما كنت في أفريقيا. I haven't seen any lions. ما شفتش أي من الأسود في أفريقيا لما أنا كنت فين؟ في أفريقيا. يبقى إني في النفي والسؤال، ودي جملة منفية. السؤال التاني صحح. He wasn't very hungry. هو ما كانش جعان. So he didn't eat. عشان كده ما كلش رز قليل ولا ما كانش رز كتير؟ ما كانش رز كتير، الجملة منفية، يبقى ماتش. ما كانش جعان فما كانش رز كتير. I eat نقط هو قال لي a rice a lot rice. يا إما أقول a lot of. A lot ما ينفعش تيجي لوحديها. A lot of كل الكثير من الرز والمكرونة كل يوم. When she is playing netball she drinks a few water. طبعا الميه ما تنفعش معاها، في اقول a little water قليل من الماء عشان ما يتقالش كده وهو بيلعب. Would you like any coffee؟ لا some في العرض والطلب، ده مش سؤال، ده يعتبر عرض. تشرب قهوه. I eat a little healthy snacks. هنا a little يعني قليل الكميه. طب والسناكس تعد؟ تبقى فيه قليل العدد. I don't have some cheese. لا any في النفي، هنا الجملة منفية بختار any. What will you like for breakfast؟ تحب ايه على الفطار؟ تبقى المصطلح what would you like، تحب ايه على الفطار. My mom امي، my mom ايه امي likes to put not spices in food. امي بتحب تحط ايه بعض التوابل في الطعام، يبقى some مش any. She had little of money. لا so she bought a big house. اشتريت بيت كبير. ما دام اشتريت بيت كبير، غنية ولا فقيرة؟ غنية. يبقى she had a lot of، هي عندها الكثير من المال فاشتريت بيت كبير. We don't have many sugar. لا we don't have much sugar، ما عندناش سكر كتير. much sugar السكر لا يعد. ونحله مع بعض تدريبات عامة على الدرس الأول والثاني من يونت 8 الوحدة الثامنة. General exercise تدريبات عامة lessons 1 and 2 على الدرس الأول والثاني صفحة 79 السؤال الأول listen and choose استمع واختار. The correct answer الإجابة الصحيحة from A B C or D من الأربع اختيارات، يبقى هسمع واختار. هنا بيقول لي we rarely order fast food from restaurants. The food my mother cooks is delicious. My mother tells me not to eat fast food. We should eat fruits because they are healthy. يبقى بسمع وإيه؟ وحل. سؤال تاني محادثة نقراها ونفهم معناها. آية and دينا are talking about popular snacks. آية ودينا بيتكلموا عن الوجبات الشعبية المحبوبة. هنا آية بتقول What's your favorite snack دينا؟ إيه وجبتك المفضلة يا دينا؟ قالت لها إجابة، قالت لها I like kosheri too، وأنا بحب الكشري أيضا. يبقى هنا my favorite snack is kosheri، وجبتي المفضلة إيه؟ الكشري. لا وانا بحب الكشري ايضا. But I like فلافل مول، بس بحب الفلافل اكتر. سؤال اجابته فلافل is made of، الفلافل مصنوع من الفول والخضار. يبقى السؤال الفلافل مصنوع ايه؟ يبقى what، وحط is. What is فلافل made of، هي الفلافل مصنوع ايه؟ من الفول والخضار. سؤال اجابته I usually eat it for breakfast. أنا عادة باكلها على الفطار، أنا باكلها على الفطار. يبقى السؤال إمتى بتاكليها؟ يبقى when do you
usually eat it. والحسن what other popular snacks ايه الوجبات المحبوبة التانية do you like اللي بتحبيها هتلاقي اجابة do you like it هتلاقي اجابة حواوشي is delicious يبقى لازم احدد الاجابة اللي مكتوبة او الفكرة يبقى I like حواوشي يبقى ايه الوجبات اللي بتحبيها ممكن اقول له حواوشي هل بتحبيه yes I do ايوه بحبه الحواوشي لذيذ السؤال الثالث تشوز اختار يكوك حواوشي احنا بنعمل حواوشي بنطبخ الحواوشي in the oven اكيد في الفرن نقط means getting ill ان انت تبقى مريض او تصبح مريض when you eat or touch something لما تاكل او تلمس شيء يبقى هنا allergic حساسيه او لدي حساسيه mom always امي دايما cooks us بتطبخ لنا نقط فود to keep us strong يبقى healthy food بتطبخ لنا الطعام الصحي عشان نبقى أقوياء. Page 80 صفحة 80 sports people اللي هم الأشخاص اللي هم بيمارسوا رياضة أو الرياضيون like to eat rice بيحب ياكلوا رز and pasta والمكرونة because they give me because they give them عشان بيدوهم إيه؟ energy طاقة الرز والمكرونة بيدي طاقة كبيرة جدا. Not students are absent today. عايز أقول القليل من الطلاب يبقى فيو. دي الوحيدة اللي تنفع. ده اسم جامع. يعد. ما ينفعش قلة القليل الكمية. ما ينفعش آية أو آن قبل اسم مفرد. يبقى فيو. I don't like. كلمة I don't like لا أحب. Not food. It is always hot. هو دايما حار. يبقى spicy. Spicy food. الأطعمة إيه؟ اللي فيها توابل كتير. We can't drink seawater. مش هنقدر نشرب أو ما بنقدرش نشرب الماء المالح. It is salty. هي مية فيها ملح كتير. We not food with our tongue. يبقى احنا بنتذوق الطعام بلساننا. يبقى taste يتذوق. Children الأطفال should drink not of. يبقى ينبغي أن يشربوا a lot of. A lot of يعني الكثير من milk. اللبن to have strong bones. عشان يبقى عندهم عظام قوية. Would you like nut cake ريهام no thanks هل تحب بعض الكيكة يا ريهام يبقى صم في الإثبات والعرض والطلب السؤال الرابع صحح الكلمة eating a lot of fruit لا طبعا a lot of أكل الكثير منها الفاكهة is good for you جيد لك there are a little grapes هنا قليل قليل الكمية حط a few grapes قليل من العنب في قليل من العنب موجود بس قال لي will you like لا المصطلح would you like would you eat would you like to eat fish for lunch هل بتحب تاكل سمك على الغدا ماهر eats a few food he wants to lose weight هو بياكل القليل من الطعام يبقى a little كمية طعام قليلة أشيل a few قليل العدد وأحط a little قليل الكمية he wants to lose weight هو يريد أن إيه يفقد وزنه السؤال الخامس اكتب باراجراف من 90 كلمة على وجبتك المفضلة نفتح مع بعض صفحة 315 هنلاقي الباراجراف مكتوب نقراه مع بعض فتحنا مع بعض 315 صفحة 312 315 لقينا العنوان مكتوب في نص السطر Your favorite snack وجبتك المفضلة والأفضل كمان أخليها My favorite snack يعني لما يجيب لي في السؤال Your أحولها لMy هسيب مسافة في أول السطر هقول مثلا We like to eat snacks إحنا بنحب ناكل الوجبات الخفيفة They are delicious and light لذيذة وخفيفة I like snacks دي بتبقى مقدمة بحب الوجبات that have a lot of sugar اللي فيها سكر I like sweet food بحب ايه طعام الحلو هيبدأ بقى يقول لي كيك هنا اختار الكيك is my favorite snack I like to eat cupcakes بحب اكل الكبكيكس between meals بين الوجبات when I feel hungry لما اكون جعان sometimes احيانا I can't have cakes مش بيبقى عندي كيكس when there are nuts in them اولا مش بتناول الكيكس لما يكون فيها مكسرات كتير so
as I am allergic to nuts. عشان عندي حساسية من المكسرات. I become sick if I eat them. بكون مريض لو كلت المكسرات. So I must be careful. ينبغي أن أكون حريص. About what I eat. عن اللي مفروض أكله. My mother. أمي. Makes nice cakes. بتعمل كيكس جميل. At home في البيت. For me. ليا. When she has more free time. لما يبقى عندها وقت فراغ أكبر. The cakes are healthier. الكيكس أكثر صحي. When mom makes them at home. لما أمي بتعمله فين؟ في البيت. بيج 81 صفحة 81. هنا يجيب لي مجموعة كلمات. أومليت اللي هو البيض الأومليت. Senses حواس. Instructions تعليمات. Protein بروتين. Bones عظام. Humans have five senses. البشر عندهم خمس حواس. Meat fish and eggs. اللحمة السمك والبيض. All have protein. انزيم. كلهم فيهم بروتين. Milk اللبن. And cheese الجبنة. Make our bones strong. بيخلي عظامنا أقوية. You have to. ينبغي عليك أو يجب. Follow. أن تتبع your teacher's instructions. تعليمات المدرس. Instructions تعليمات. Page 83 صفحة 83. Summer is a dry season. الصيف فصل من الفصول الجافة. This means ده معناه it isn't. أنا عايز هنا عكس نفي dry تبقى wet يعني رطب. To give the antonym of the word normal. أنا هنا عايز عكس كلمة normal عكسها abnormal. بحط المقطع أو البريفكس up. Normal عكسها abnormal. Inside and indoor. Inside و indoor are synonyms. يعني هي كلمتين بيساووا بعض في المعنى. To get the adjective from the verb chop. عشان اجيب الصفة من كلمة chop. We add the suffix. بحط المقطع ايه chop يبقى ايه chopped. Chopped يبقى ايه chopped. طبعا عشان ما يتلخبطش هي chop هنا لوحدها بمعنى يقطع. لما بحط لها الايدي واخليها مثلا حاجات متقطعة بضاعف الحرف الاخير وحط ايدي يبقى تشوب بقت تشوبد. نفترض لها الايدي بعد مضاعفة الحرف الاخير عشان الحرف اللي قبل الاخير متحرك والاخير ساكن يبقى تشوب يقطع يبقى تشوبد مقطع. بيج 87 صفحة 87. هنا تشوز اختار. اور برين مخنا. كنترولز بيتحكم. All our senses أكيد في حواسنا في الحواس الخمس اللي هو السمع والبصر واللمس والتذوق. Mom is cooking fish and rice. الأم بتطبخ سمك ورز. The food not very nice. يبقى ريحة الطعام جميلة يبقى smells. The new restaurant المطعم الجديد بيقدم breakfast فطار and lunch only والغدا فقط يبقى service يقدم. To make an أومليت نقط إجز إن أبول. عشان تعمل البيض الأومليت هنا بيقولي قلب البيض أو اخفق البيض في بول يبقى هنا بيت. We often eat. غالبا بنأكل. إن ذا نقط روم. هل هو في البيض روم في حجرة النوم ولا الباث روم ولا في الحمام ولا ليفينج روم في حجرة المعيشة ولا دينينج روم. أكيد حجرة الطعام يبقى غالبا بنأكل في الدينينج روم. Which of these types? أي من هذه الأنواع of food doesn't have much protein. ما فيهاش بروتين كتير. طبعا ما فيش غير apples التفاح. Apples التفاح. Meat اللحمة. Meat اللحمة. Cheese الجبنة. And nuts والمكسرات. Have not in them. فيهم إيه؟ أكيد بروتين. بروتين بروتين. بليز لو سمحت. نقط صمتي انتو ماي كاب. صب بعض الشاي في فنجاني يبقى بور يصب. When the omelette is ready. لما الاومليت بيكون جاهز. Take it out. خده او طلعه. Of the frying. هتبقى frying pan من طاسة القلي. Food is healthy. الطعام صحي. And good for you. وجيد ليك. When it is. لما يكون ايه ترى اكيد فريش طازة. الطعام صحي وجيد لما يبقى طازة. لما يبقى طازة.
You should be careful. ينبغي أن تكون حريص. When you use the sharp. لما تستخدم the sharp. أكيد knife. السكينة الحادة. To drive cars safely. عشان تقود العربيات بأمان. You should follow a lot of instructions. ينبغي أن تتبع الكثير من التعليمات. To not means to cook something in hot oil or fat. نقط معناه تطبخ شيء في الزيت الساخن او حتى في الزبده، يبقى ممكن نقول فراي يعني يقلي، مفيش غيرها. فلاي يطير او يسافر بالطياره، فيد يطعم، فيل يفشل. لا طبعا. نقط برودكتس المنتجات ايه؟ ار ثينجز هي اشياء ميد فروم ميلك، بتتعمل من اللبن، اوفاكاو لبن البقره، يبقى اسمها ايه؟ ديري برودكتس منتجات البان. ديري برودكتس طبعا لاقي محظوظ لا، دايري مفكرة لا، ديلي يومي لا، فديري برودكتس. بيج 88 صفحة 88. دوريان فروتس فاكهة الدوريان. ار هارد اند جرين نقط زي اوتسايد يبقى اون، وخضراء من الخارج اون زي اوتسايد. زي تشوب ذا ووتر مان بيقطعوا البطيخ الى قطع يبقى chop into. chop into ايه؟ بيقطعوا الشيء الى قطع. بيج 89 صفحة 89 وصفحة تانية على مهارة التحدث والكتابة. هنا بيقولي unusual food you have tried before. طعام غريب جربته قبل كده. هنا بيقولي did you try any unusual food unusual. هل جربت طعام غريب؟ قال له yes I did. قال له what did you try؟ جربت ايه يا ترى؟ قال له I tried sencher eggs. بيت طبعا غريب جدا في الصين. what are they like؟ they are black and green. هو لونه اسود واخضر inside في الداخل. بيت معفن يعني. الخطوة التانية هنا سؤال عايز اجابة او اجابة عايز سؤال. have you tried any unusual food؟ هل جربت طعام غريب قبل كده؟ yes أيوة I have. قال له سؤال إجابته it's from China. يبقى من أنه دولة اللي جربته ده؟ يبقى which أو where is this unusual food؟ الطعام الغريب منين يعني؟ قال له it's from China من الصين. سؤال اجابته I tried century eggs جربت بيض القرن. يبقى what أو what food did you try؟ قال له I tried century eggs بيض القرن. What are they like؟ يعني هو شبه ايه؟ او هو وصفه ايه؟ They are black and green لونه اسود واخضر inside في الداخل. Do you like it او did you like it؟ هل حبيته؟ يا اما اقول yes I did يا اما no I didn't. انا هقول no I didn't. لا. الخطوة التانية جايب لي محادثة على your favorite recipe وجبتك أو وصفتك المفضلة. What is your favorite recipe؟ It's omelette. Do you not much salt؟ Do you add؟ هل بتضيف الكثير من الملح؟ To your recipe للوجبة؟ No. Much salt is unhealthy. الكثير من الملح غير صحي. For me ليا. طب الخطوة التانية Do you like؟ هل بتحب trying food recipes؟ أو يا سيدو هل بتحب تجرب وصفات الطعام؟ أيوة. سؤال إجابته My favorite recipe وجبتي المفضلة is فول مدمس. يبقى What is your favorite recipe؟ إيه هي وجبتك المفضلة؟ What is your favorite recipe؟ إيه هي وجبتك المفضلة؟ قال
قال له وجبة الفول المدمس. بتحبها ازاي؟ I like it spicy، بحبها يكون فيها توابل. يبقى how do you like it، كيف تحبها؟ قال له what do you pour over it، بتحط عليها ايه؟ ممكن بحط عليها مثلا ملح، بحط عليها مثلا زيت، بحط عليها فلفل اسمر. يبقى بتحط عليها ايه؟ اويل، اويل مثلا زيت، اند مثلا a little salt وقليل من الملح. Do you like فول مدمس served with onions؟ هل بتحب الفول يتقدم مع البصل؟ Yes I do. يبقى do you تبقى yes I do. ثم هنا جايب لي باراجرافين، باراجراف على unusual food، طعام غريب you have tried before، جربته قبل كده، أو your favorite recipe، وجبتك المفضلة. ممكن لو هتتكلم عن الطعام الغريب هقول مثلا I tried، أنا جربت. مثلا century eggs يعني البيض، بيض القرن. it's from China، هو من الصين. they are black and green inside، أتكلم عن البيض اللي هو القرون ولازم يبقى عندي معلومات عنه. وجبتك المفضلة ممكن أتكلم عن الكشري، ممكن أتكلم عن الأومليت والطريقة. أهم حاجة أكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هسيب مسافة في أول سطر. وطبعا هنحلوا الباراجرافات وطريقة حلها في فيديو منفصل إن شاء الله بالكامل. بيج 90، صفحة 90. نو درينك ميني فيزي درينكس، لا تشرب، ده أمر منفي. يبقى دونت، منفي بدونت والماستر. ووش سام بينز يعني اغسل بعض الفول، وحطهم ان بان يبقى بوت. يبقى الامر المثبت الفعل بدون اضافات. طب الامر المنفي بحط دونت والمصدر، يبقى دونت والمصدر للامر المنفي. الامر المثبت بحط الفعل بدون اضافات، هنا ووش هتبقى هنا بوت. بيج 91، صفحه 91. نقط ذا نايف تو تشوب ذا فيجيتابلز، طبعا استخدم السكينه عشان تقطع الخضار، تبقى يوز استخدم امر مثبت. نقط 2x من غير ما اكمل تبقى beat 2x، هنا امر مثبت الفعل بدون اضافات. beat فول مدمس with warm bread، يبقى قدم الفول المدمس بعيش سخن. يبقى نمبر 5 serve. don't نقط the birds I have already done that، ما تأكلش الطيور أنا أكلتهم. don't be your master. طيب نقط straight تبقى go straight، امشي على طول، go straight on فعل أمر بدون إضافات. نقط make noise، طب الأمر المنفي تبقى don't. don't نقط many sweets don't eat، ما تأكلش حلوة كتير. they are bad for your teeth، سيئة لأسنانك. السؤال التاني صحح. don't botting، لا don't bot، don't والمصدر. turn the light to a turn، قاعدة سهلة جدا وبسيطة. please adding، لا please add. don't touching، لا don't touch. don't heat، لا don't heat. not boil، لا don't boil. does exercise، طبعا do exercise، بطبق القاعدة. when water boils، لما تغلي المية. turn off the stove، turn الفعل في المصدر بدون اضافات، turn off the stove. page 92، صفحة 92، وتدريبات عامة على الدرس الثالث والرابع. السؤال الأول محادثة، complete the following dialogue. سارة وأسيل are talking about healthy food، بيتكلموا عن الطعام الصحي. سارة بتقول what types of food، أنواع الطعام should we eat to be healthy، اللي لازم ناكلوها عشان نكون صحيين. قالت لها إجابة، قالت لها سؤال، قالت لها because dairy products، لأن منتجات الألبان. يبقى هنا هختار إيه؟ we should eat dairy products. يبقى لازم أفهم المحادثة قبل ما أحل. we should eat dairy products، ينبغي أن نأكل منتجات الألبان to be healthy. س
سؤال اجابته بيكوز، لان ديري برودكتس منتجات الالبان يبقى السؤال بواي. بس كده او واي شود ويت ذم، لماذا ينبغي ان ناكلهم؟ ليه لازم ناكلهم؟ او واي شود وي ايت ذم؟ عشان منتجات الالبان هيلب اس، بتساعدنا تو هاف سترونج بونز، يكون عندنا عظام اقوياء. سؤال اجابته نو، لا شوجر از باد فور اور تيث، السكر سيء لاسناننا. يبقى هل السكر هنا از بمعنى هل، يبقى فيرب تو ايف اول الجمله بمعنى هل، اشيل يس او نو وادور على هل فيرب تو بي، مفيش بحط من عندي، بس هنا في از شوجر، هل السكر مثلا هتبقى جود فور اور تيث، مفيد لاسناننا؟ قال له لا ده سيء لايه؟ لاسناننا. وات ايلس، وماذا ايضا شود وي دو، ينبغي ان نفعل تو بي هيلثي، نعمل ايه؟ مثلا وي شود، لو مش محدد اكتب اي نصيحه، وي شود دو اكسرسايز، نعمل تمارين. دو يو هاف اني اذر ادفايس فور مي، هل عندك نصيحه ثانيه؟ خلاص هختم بقى، يبقى نو اي دونت، او اكتب اي نصيحه مفيش اي مشكله. السؤال الثاني اختار. هيومنز هاف، البشر عندهم 210 ايه؟ عظمه، يبقى بونز ان ذا بادز، في الاجسام. ذا تيتشر اسكت ذا بيوبلز، طلب المدرس من الطلاب تو نوت ذا بوكس اوت اوف باجز، هنا تو تيك ذا بوكس اوت اوف باجز، ان هم يطلعوا الكتب من الشنط. نقط مينز معناه تو ميكس فود، تقلب الطعام كويكلي بسرعه، يوزنج ا فورك باستخدام الشوكه، تبقى بيت يقلب. اي دونت لايك، لا احب فرايد اكس، البيض المقلي. اي لايك ذم، بحبه ايه؟ بويلد، مسلوق. بوت ذا فود، حط الطعام ان ذا نوت تو كيب ات كولد، يبقى اكيد في الثلاجه، ما دام قال لي كولد يعني بارد، يبقى فين؟ في الثلاجه. Don't نقط ذا توميتوز، don't be well mother، don't chop ذا توميتوز تو سمول، ما تقطعش الطماطم صغيرة جدا. نقط drink fizzy drinks، يبقى don't drink، أمر منفي، لا تشرب الفيزي drinks. بيج 93، صفحة 93. هو نقط فود at a restaurant a waiter، مين اللي بيقدم الطعام في المطعم؟ waiter جرسون، يبقى service، service يعني يقدم. Which of these is not a dairy product؟ أنه من دول مش منتج من منتجات الألبان؟ طبعا رايس الرز، الملك اللبن لبن، والتشيز من لبن، والباتر الزبدة كذلك من منتجات الألبان. Please لو سمحت نقط مي تو كاري ذات بوك، يبقى هيلب مي، ساعدني، الفعل بدون إضافات، ساعدني أشيل الصندوق. السؤال الثالث، complete the sentences، أكمل الجمل with the correct form، بالصيغة الصحيحة of words، للكلمات اللي بين الأقواس. not boil، لا طبعا. don't boil، ما تغليش، أمر منفي. don't إيه؟ boil. oil more than one time، أكتر من مرة. always، دايما. to add، لا always add، برضو always بيجوا المصدر. diamond deep، وleave oil to salad، زيت الزيتون للسلطة. turn the light off، لا turn بدون إضافات. turn the light off، طفي النور before you sleep، قبل ما تنام. don't heat، لا don't heat. بطل، ما تسخنش الزبدة for too long، لمدة طويلة. السؤال الرابع، هو جايب لي ايميل، طبعا لازم اطلع حاجات مهمة جدا من الايميل. طب تعال نشوف كده واحدة واحدة. اكتب ايميل من 90 كلمة to your friend سامي، يبقى اسم المرسل اليه سامي. to describe، عشان توصف. to him، how to make an omelette، ازاي تعمل omelette، يبقى ده الموضوع. How to make an omelette. Your name is Rida، اسمك رضا، ده اسم الراسل. Your email address، عنوانك rida@gmail.com، اللي هتبعت منه عنوان الراسل. Your friend's email address، طب عنوان المرسل ايه؟ sami@gmail.com. طب واحدة واحدة، from، من مين؟ هكتب عنوان الراسل rida@gmail.com. طيب طول مين؟ عنوان المرسل ايه؟ sami@gmail.com. subject، الموضوع how to make، يبقى دي شكل الايميل، an omelette.
هقول له مثلا هاي، اهلا اهلا يا ايه سامي، هقول له مقدمه هاو ار يو. ممكن المقدمه تبقى جمله او اكتر، كيف حالك، اي هوب يو ار ويل، اتمنى ان تكون بخير، اي ام هابي، انا سعيد. نكبر شويه المقدمه، تو سند يو ذس ايميل، انا فرحان ان انا هبعت لك هذا الايميل. هبدا بقى ادخل في الموضوع، I'll tell you about، انا هخبرك عن، اكتب بقى الموضوع how to make، ازاي تعمل an omelette، الاومليت، وابدا اكتب الخطوات اللي انا حافظها ثم اكتب الخاتمه. يبقى هنا هتكتب الموضوع بس انا بنفهم بس ازاي نكتبه، ثم اقول الخاتمه ممكن جمله او اكتر برضو، see you soon، اراك قريبا، write me back، اكتب لي، with my best wishes، مع اطيب التمنيات، ثم yours، صديقك، او lots of love. مين بقى اللي بعت؟ رضا. يبقى رضا هنا هو عنوان، او هنا اسم الراسل، اسم الراسل. ولو فتحنا مع بعض صفحة 316 316 هتلاقوا نفس الايميل، ادي فروم، من مين؟ عنوان الراسل رضا@gmail.com، تو لمين؟ عنوان المرسل ايه؟ سامي@gmail.com. سبجكت الموضوع زي ما عملنا هاو تو ميك ان اومليت، ثم قال لي دير سامي، هاي او دير، عزيز سامي او اهلا يا سامي، ثم كتب مقدمه، كيف حالك انت وعائلتك؟ انا بكتب لك الايميل عشان اقول لك عن وصفه اتعلمتها اومليت. هنا بقى يبدا يكتب الموضوع بقى، لازم اكون حافظ جمل. It is a delicious dish، طبق لذيذ. Its ingredients، مكوناته are eggs، milk and salt، بيض لبن وملح. Here is an easy recipe، في وصفه سهله، to make omelette. هنا بقى يبدا يشرح الوصفه، لازم اكون حافظ. First beat two eggs، قلب بيضتين in a bowl with little milk، في طبق بلبن قليل. Second ثم add a little salt، حط ملح قليل. To the eggs، للبيض and milk، واللبن. طبعا مش لازم اكتب كل الخطوات دي، بس اكبر شويه المقدمه والخاتمه. بعد كده but don't add too much salt، ما تحطش ملح كتير. much salt isn't good for you، هنا بيوضح الملح الكتير مش جيد ليك. then heat some butter، سخن شويه زبده in a frying pan، في طاسه قلي. after that pour the eggs، بعد كده حط البيض into the frying pan، في الطاسه. and cook them in the butter، واطبخهم في الزبده. finally في النهايه when the omelette is ready، لما الاومليت بيكون جاهز، take it out of the frying pan، طلعه من طاسه القلي، and serve it with salad، وقدمه بسلطه. هنا ختم على طول عشان ما فيش خلاص مكان، وكتب موضوع كبير. طب لو كان الموضوع صغير كنت كتبت see you soon، write me back. هنا كتب yours رضا، رضا اسم الراسل. page 94 صفحه 94، هنا جيب لي مجموعه كلمات، reason سبب، upset متضايق، depend on يعتمد على، peppers فلفل، balanced متوازن، balanced متوازن. I was هتبقى ايه؟ upset انا متضايق. because my dad عشان ابي، was late for my birthday party، ابي كان متاخر على حفله عيد ميلادي، يبقى خدنا upset. having no food is necessary ضروري for our your health، يبقى having balanced food ان يكون عندك طعام متوازن ضروري لصحتك. not and lettuce يبقى peppers الفلفل والخس. are green vegetables خضروات خضراء. can you give me ممكن تديني. a نقط for coming late يبقى reason سبب، ايه السبب ان انت جيت متأخر. page 99 صفحة 99، you have to write a note at the end of the paragraph، نكتب ايه في نهاية الباراجراف، مادام في النهاية يبقى conclusion خاتمة. introduction مقدمة، دي في البداية. فوتو صورة لا، فوتو صورة لا، drawing رسم لا. in Egypt في مصر، we buy roasted sweet، نقط at the streets، بنشتري بطاطا يبقى sweet potatoes، بطاطا مشوية اللي هي roasted sweet potatoes.
دكتورز اولويز ادفايز بيبل، الاطباء دايما بينصحوا الناس تو هاف، يبقى بالانسد دايت يعني نظام غذائي متوازن. listening to quiet music، الاستماع الى موسيقى هادئه can help you، ممكن تساعدك relax تستريح. it was not easy، ليس من السهل for him لي to join ان يلتحق the school not team، يبقى the school athletics team طبعا لازم يبقى رياضي وبيلعب العاب رياضيه وفيت لائق. you should have a not diet to stay healthy، يبقى balanced ينبغي يعني ان يكون لك نظام صحي متوازن لكي تبقى صحي. page 100 صفحة 100. you want to make something for them، انت عايز تعمل حاجة ليه. not you do not know how to cook، انت ما بتعرفش تطبخ. يبقى لسوء الحظ unfortunately، يعني unfortunately لسوء الحظ. take small amount of food but finish them، خد كميات صغيرة من الطعام بس خلصها. يبقى amounts، amounts هنا كميات من. my father not a small shop، يمتلك أبي المفروض محل صغير in Cairo. he bought it، هو اشتراه 3 years ago، من 3 سنين. يبقى owns يمتلك. number 10 my dad أبي not me with a cute puppy، يبقى أبي أدهشني بكلب صغير. يبقى surprised، عمل لي ايه مفاجأة كده. I asked the science teacher، انا سألت مدرس العلوم او طلبت من مدرس العلوم to note the causes of pollution، ان هو يشرح اسباب التلوث. to me يبقى انا يشرح، explain يعني يشرح. note is a plant، هو نبات. that can be green، ممكن يبقى اخضر ريد احمر and yellow اصفر، اللي هو الفلفل بيبر او فلفل الالوان، عارفينه طبعا. not is a vegetable، نوع من انواع الخضار. with white dark green leaves، اوراق خضراء غامقه كبيره. ذات جو سوفت وين يو كوك ذيم، بتبقى ناعمه لما تطبخ. يبقى سبانيتش، السبانخ، جميله جدا طبعا. our future يعني مستقبلنا، ديبندنس على طول اون يعتمد على، our hard work على العمل الجاد. next Sunday الحد اللي جاي، we have a math test، عندنا امتحان رياضيات. I need to revise، انا عايز اراجع. for the exam للامتحان. don't not up late، ما تسهرش متأخر. it's an unhealthy habit، عادة غير صحية. يبقى stay، stay يعني يسهر، stay يعني ايه يسهر. page 101 صفحة 101. there are two not books in the bag I can't carry it، في الكثير من الكتب في الشنطة انا مش قادر اشيلها. يبقى too many، الكثير من. I don't like this soup، انا مش بحب الشوربة دي. there is two not salt in it، طبعا الشوربة ما بحبهاش عشان فيها ملح كتير، الملح هي اللي لا يعد تبقى ماتش. يبقى خدنا ميني بوكس كثير من الكتب والكتب تعد فمش قادر اشيلها، لكن هنا كثير من الملح تبقى ماتش. يبقى ميني كثير للعدد وماتش كثير للكميه. can I have some more sugar، ممكن اخد الكثير من السكر بليز لو سمحت. يبقى there is not in this tea، there is not enough، انا عايز الكثير من السكر مفيش كفايه. يبقى there is not enough، مفيش كفاية فين في الشاي. there is not enough. page 102 صفحة 102. we don't have not fat in our diet، هنا الفات لا تعد. يبقى much fat، ما عندناش الكثير من الدهون في النظام الغذائي. I don't want more rice، لا أريد الكثير من الرز. I have أكيد enough، عندي كفاية. let's not to go to the beach، هيا لا نذهب إلى الشاطئ. there are not people there today، يبقى اكيد في ناس كتير جدا. يبقى too many، كثير جدا للعدد. too many كثير جدا للعدد، في ناس كتير هناك. could you get a few tomatoes، ممكن تجيب لي القليل من الطماطم. I don't have enough، ما عنديش كفاية للسلطة، ما عنديش كفاية ايه للسلطة. number 8 رقم 8 I think to not technology can give you headache، اعتقد ان الكثير من التكنولوجيا بتسبب صداع. يبقى ماتش، التكنولوجيا لا تعد. she doesn't have not oil for her food، ما عندهاش زيت كفاية لطعامها. يبقى enough oil، زيت كفاية. there are not many mistakes in this email، عايز اقول في الكثير من الاخطاء في الايميل. يبقى too many، كثير جدا. too many يعني ايه كثير جدا. السؤال الثاني هو صحح. she is fat، هي ايه fat.
as she eats لانها تاكل ايه؟ هتبقى ماتش رايز. هي سمينه او بدينه عشان بتاكل السكر او هنا رز كتير. يا مستر رايس رز او شوجر سكر دي اشياء لا تعد، بياخد معاها ماتش مش ميني طبعا، ميني كثير للعدد ماتش كثير للكميه. I try not to eat انا احاول الا اكل، يبقى تو ماتش فاست فود الكثير من الطعام او الوجبات السريعه. تو دبل او شي ايت هي اكلت ماتش سويتس لا الحلوى او الميني سويتس زي التوفي كده فبعدها. يسترداي اكلت حلوى كتير امبارح. هي wasn't فيري هانجري هو مش جعان. سو هي didn't ايت ليتل رايس لا هي didn't ايت ماتش رايس ما اكلش رز كتير، هو مش جعان فما اكلش رز كتير. تامرز ماذرز ام تامر gives him تو ميني فود بتديله عايز اقول ايه الكثير من الطعام تبقى ماتش كمية طعام كتيرة. علي eats تو ماتش كيكس لا تو ميني كيكس. كيكس هنا تعامل معاملة الشيء المعدود فاختار معاها ميني تو ميني كيكس. ايمان feels tired تشعر ايمان ان هي متعبة all the time طول الوقت and doesn't get ولا تحصل على enough sleep يعني نوم كافي. last summer دي اجازة الصيف اللي فاتت I earned انا كسبت هتبقى enough money enough بتيجي قبل الاسم enough money يعني مال كفاية. I spent انا صرفت too many money too much يا مستر ازاي ماتش كثير للكمية والفلوس تعد لان النقود لا تعد الثروة لا تعد انا حطها في صورة جيني او مية او الف عشان اعدها لكن هي بقول ماتش ماني مش ميني ماني ماتش ماني اون كلوز يسترداي صرفت فلوس كتير على الملابس امبارح. بيج 103 صفحة 103 السؤال الأول تدريبات عامة على الدرس الخامس والسادس سؤال الاستماع نسمع ونركز. Make sure you have a balanced diet and eat some of all the types of food. To be healthy you have to sleep well and don't worry too much to be healthy. يبقى ده نص استماع. السؤال الثاني هو سؤال اختياري. Don't not oil more than one time. ما تغليش الزيت اكتر من كده يبقى boil. Don't be your مصدر. Not sugar is bad for your health. سيء لصحتك. يبقى too much sugar الكثير من السكر سيء. He doesn't have هو ما عندوش نقط money to buy the mobile فلوس كفاية يشتري الموبايل يبقى enough money. I have أنا عندي two نقط friends يبقى I can't really count them مش قادر أعدهم ما دام مش قادر أعدهم يبقى كتير ولا قليل كتير يبقى many friends كثير للعدد. Spanish يعني السبانخ is a kind of vegetables نوع من أنواع الخضروات. They have played for long لعبوا طويل surely بالتأكيد they are tired هم متعبين الآن. We always fry eggs دايما بنقلي البيض in a pan في طاسة قلية. I don't like أنا ما بحبش نقط فود it's unhealthy ما بحبش الفاست فود الوجبات السريعة دي بتبقى غير صحية. I haven't eaten anything أنا ما أكلتش حاجة. I feel hungry أنا جعان. Rice and the pasta الرز والمكرونة give us more بتدينا more energy طاقة كتير. هنا السؤال التالت اكتب باراجراف عن healthy food الطعام الصحي healthy food. Page 316 316 هنلاقي الباراجراف هنا كتب العنوان في نص السطر healthy food. قال لي ساب مسافة أول سطر قال لي if you want to be healthy لو عايز تبقى صحي you should be careful ينبغي أن تكون حريص about what you eat عن اللي بتاكله. Not all kinds of foods are healthy. مش كل أنواع الأطعمة صحية. هنا عمل مقدمة كده. Fast food هيدخل بقى في الموضوع. الطعام الصحي. الطعام السريع أو الوجبات السريعة. Isn't healthy food. مش أطعمة صحية. As it has a lot of sugar. فيها الكثير من السكر. Fat and salt. الدهون والملح. Fruits and vegetables. الفواكه والخضروات. Are very healthy food. دي أطعمة صحية. They have a lot of vitamins. فيها فيتامينات. And natural sugar. وسكر طبيعي. which are good for your body جيد لجسمك. Dairy products منتجات الألبان like milk زي اللبن and cheese والجبنة
are very useful، مفيدة جدا. They help us، بتساعدنا. To have strong bones، يكون عندنا عظام أقوية. Meat and nuts، اللحمة والمكسرات. Have protein، إنزيم فيها بروتين. So we need them to have a strong body، محتاجينهم عشان يبقى عندنا جسم قوي. يعني كتب مقدمة ثم الطعام الغير صحي، ثم بدأ بقى في الموضوع الأساسي، الطعام الصحي. Page 105، صفحة 105. Complete the following dialogue، اكمل المحادثة. عبدو is at the restaurant، عبدو في المطعم. هنا waiter، الجرسون بيقول له how can I help you، أي خدمة ممكن أساعدك؟ قال له سؤال، قال له جملة، قال له okay here you are، what would you like to have، يبقى أنا عايز المنيو لو سمحت. I want a menu، قال له اتفضل عايز ايه؟ قال له جملة، قال له سؤال، قال له yes I would like a salad، ايوه انا بحب السلطة. قال له سؤال، قال له I would like some orange juice، عايز عصير برتقال. قال له حاجة تانية او لا، يبقى would، what would you like to have، هقول مثلا I would like to have fish، مثلا عايز اكل سمك. ثم قال له جملة، قال له yes I would like a salad، طب would you like أصلا تحب السلطة عشان أقدمها لك يعني؟ قال له أيوة. قال له سؤال، قال له I would like some orange، طيب what would you like to drink، تحب تشرب إيه؟ قال له I would like some orange juice، عصير برتقال. قال له anything else، حاجة تانية أو أي شيء؟ قال له thanks، شكرا. Page 107، صفحة 107. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. دي أسئلة من المحافظات. There are no grapes left، would you like some، مع الجريبس بقول a few، في القليل من حبات العنب، هل تحب البعض، يبقى a few. There isn't no rice، we should buy some، مفيش رز كفاية، يبقى enough. رايس احنا محتاجين نشتري، محتاجين ايه نشتري. نقط كان بي جرين، ممكن يبقى لونه اخضر، ريد احمر، اوريلو اصفر. ات از هيلثي، هو صحي، يبقى بيبر، الفلفل. ان ماني بليس، في الكثير من الاماكن. بيبول يوز فافا بينز، بيستخدموا الفول الاخضر تو ميك فلافل، عشان يعملوا ايه يا ترى؟ الفلافل. شي از الرجيك تو ناتس، هي عندها حساسيه من المكسرات. So she doesn't eat any، يبقى ما بتاكلش أي حاجة، يبقى نافي بيجي معاها any. Your nut is the kind of food، هو نوع من أنواع الطعام. That you eat every day، بتاكله كل يوم، يبقى diet، النظام الغذائي. diet هنا بمعنى إيه؟ النظام الغذائي. We nut with our noses، الأنف بنعمل بيها إيه؟ smell، يشم. touch يلمس، لا تيست يتذوق، لا هير يسمع، لا الشم اللي هو الانف. he doesn't eat any cakes، مش بياكل اي من الكيكس. because he is allergic to them، عنده حساسيه من ايه؟ من الكيكس. eat some of all the nut of food، يبقى كل انواع الطعام، يبقى types. humans have، البشر عندهم 210 نقط in their bodies، 210 بونز، عظمة في أجسامهم. السؤال الثاني صح، would you like any coffee، لا some، some في الإثبات والعرض والطلب، وده عرض بعرض عليه قهوة. they don't have some books، لا any، ما عندهمش أي من الكتب، any books. هنا added some butter in a frying pan، هنا add ضيف، أمر مثبت، أشيل منها الإضافات. there are too much people، لا طبعا too many people، في الكثير من الناس. in the market today، في السوق النهارده. not forget، لا اسمها don't forget، ما تنساش. to add some salt، تحط بعض الملح. don't touching، لا don't touch، ما تلمس. electric wires، الاسلاك الكهربائيه. there is too many salt، لا there is too much salt، في الكثير من الملح. in the soup، في الشوربه، الملح لا يعد، تبقى ماتش. don't play،
طبعا doesn't لا تبقى don't. don't امر منفي don't والمصدر. ماهر eats ياكل ماهر. a few food لا a little food قليل من الطعام. كميه فحط a little. I sometimes احيانا eat a little grapes قلنا grapes نحط معاها a few مش a little for breakfast. page 108 صفحة 108 امتحان على يونت 8 على الوحدة الثامنة. السؤال الأول listen استمع. listen and choose استمع واختار the correct answer الإجابة صحيحة. نسمع ونحل. most people love snacks but some snacks are bad for us. sometimes it's bad to eat crisps and cakes. eating apples is a good example of a healthy snack. apples. اسمع واختار. السؤال الثاني محادثه. احمد is asking a doctor. احمد بيسال دكتور. what's a doctor about the best healthy diet عن افضل نظام غذائي. احمد بيقول please دكتور لو سمحت يا دكتور. what's the best way to stay healthy ايه افضل طريقه تبقى صحي. قال له اجابه. قال له سؤال على سبيل المثال eat a lot of fruit. تاكل ايه فاكهه وخضار. يبقى نرجع كده ايه افضل طريقه تكون صحي. هقول له you should eat healthy food لازم تاكل طعام صحي. قال له ممكن تديني مثال. قال له على سبيل المثال يبقى can you give me an example. can you give me ممكن تديني an example مثال. قال له على سبيل المثال كل فواكه وخضار. سؤال اجابته you shouldn't eat food that has fat or much sugar ما تاكلش الطعام اللي فيه دهون كتير او سكر. يبقى مثلا السؤال what foods ايه الاطعمه shouldn't I eat اللي المفروض ما اكلهاش اللي فيها دهون وسكريات. should I exercise yes you should هل تتمرن. قال له ايوه. thank you for your advice شكرا لنصيحتك. you're welcome يعني لا شكر على واجب. لما واحد يقول لي شكرا اقول له you're welcome على الرحب والسعة. السؤال التالت قطعة. we all agree that كلنا نتفق eating healthy food اكل الطعام الصحي means معناه having a healthy life ان انت تعيش حياة صحية. The food we eat الطعام اللي بناكله affects our life more than anything else بيأثر على حياتنا أكتر من أي شيء. Most people معظم الناس have three meals a day عندها ثلاث وجبات في اليوم. But in fact ولكن في الواقع they don't care about هم مش بيهتموا about عن what they should eat عن اللي المفروض ياكلوه for each meal لكل وجبة. These meals هذه الوجبات must contain لازم تحتوي على everything كل شيء that our bodies need بيحتاجوا أجسامنا بيحتاجوا أجسامنا like vegetables زي الخضروات fruit الفاكهة milk اللبن and the potatoes والبطاطس. although fast food is delicious بالرغم من الطعام أو الوجبات السريعة لذيذة and easy solution وحل سريع for people للناس who works long hours اللي بيشتغلوا ساعات كتيرة and have no time to cook وما عندهمش وقت يطبخوا it is unhealthy هو غير صحي and so expensive وغالي جدا. it also يتعايد على الفاست فود اكيد. it also causes ايضا بيسبب a lot of dangerous diseases الكثير من الامراض الخطيره. to be healthy لكي تكون صحي you should eat healthy food لازم تاكل طعام صحي and also drink وايضا اشرب much water الكثير من الماء. اسئله القطعه. people who work for long hours الناس اللي بيشتغلوا ساعات كتيره buy fast food بيشتروا أطعمة أو وجبات سريعة as they have no time ما عندهمش وقت to eat to cook يطبخوا طبعا ما فيش وقت. the underlying word delicious كلمة delicious لذيذ means معناها tastes nice يعني مذاقه لذيذ. eating healthy food أكل الطعام الصحي means معناها having healthy life يكون عندك حياة صحية يكون عندك حياة إيه صحية. النوع الثاني من الأسئلة على القطعة answer أجب. What does the underlined pronoun eat refer to? eat عايدة على ايه؟ عايدة طبعا على الفاست فود الأطعمة السريعة. Do you think هل تعتقد that eating one kind ان انت تاكل نوع واحد of food من الطعام is healthy
صحي؟ ليه ولا لا؟ لا ليه؟ هقول نو. ليه يا ترى؟ بيكوز اور بادي، عشان جسمنا needs، بيحتاج all types of food، جميع انواع الطعام. What is the main idea؟ ايه الفكره الرئيسيه of the passage؟ اي فكره تعبر عن القطعه تبقى صح. ممكن اقول healthy food، الطعام الصحي. healthy food، الطعام الصحي. السؤال الرابع، اختيارات. I like cakes، انا بحب الكيك. الكيكس with نقط انزيم، nuts، بالمكسرات. carrots need to be نقط into small pieces، ما دام انتو يبقى chopped into. الجزر محتاج يتقطع لقطع صغيره. نقط means to provide food or drink، توفر او تقدم طعام او مشروبات، يبقى serve، يقدم. fruit and nuts، الفواكه والمكسرات، are examples، هي امثله of healthy snacks، لوجبات ايه؟ صحيه. healthy snacks. page 110، صفحه 110. نقط your food in the fridge، يبقى هنا ايه؟ نقط الطعام في الثلاجه، يبقى حط الطعام في الثلاجه او keep، احفظ الطعام في الثلاجه، keep. fruits give us a lot of، الفواكه بتدينا الكثير من ايه؟ اكيد الكثير من energy، الطاقه. to be active all the day، عشان نكون ناشطين طول اليوم. following a healthy diet keeps you strong and fit، اتباع اكيد healthy diet، نظام صحي، بيخليك قوي ولائق. نقط you like to have some juice، no thanks، يبقى would you like، هنا العرض، هل تحب بعض العصير؟ قالوا لا. نقط touch، يبقى don't touch، امر منفي. I like my tea، انا بحب الشاي بتاعي. with، مفيش غير a little، قليل للكميه. a little يعني قليل من السكر، أفيه قليل العدد ما تنفعش، مني كثير العدد، ألوت لازم يبقى فيها أوف. السؤال الخامس، صحح. would you like to have any tea؟ لا، some في العرض والطلب والإثبات. don't forget to do your homework، طبعا عايز أقوله ما تنساش، بس don't forget بيجرها المصدر. his bag is light، شنطته خفيفة. it has a little box، لا أفيه الكتب تعد، يبقى قليل من الكتب. there is a few tea، a little tea، الشاي لا يعد، فتبقى a little tea، قليل من الشاي. في القليل من الشاي في الفنجان، انا شربت معظمه. هنا السؤال السادس، بيتكلم عن الفاست فود. لو رجعنا للكتاب من ورا هنلاقيه محلول، واحنا لسه قارينه، ولو حاجه مش واضحه اكتبوا لنا في التعليقات. اختبار مصغر لطلاب الازهر، بيج 111. محادثه، are you going out this afternoon؟ هل هتخرج هذا المساء؟ اقول له yes او no، براحتي. طبعا لازم اجاوب سؤال، because I haven't finished my homework yet، ما خلصتش واجبي. هنا بقى مش براحتي، عشان لو قال لي ما خلصتش واجبي يبقى هتخرج ولا مش هتخرج؟ يبقى نو، او نو اي ام نوت، يبقى لازم اقرا الفكره. يبقى واي، ليه؟ او واي ارنت يو جوينج اوت، او واي بس صح، ليه؟ واي بس صح، ليه؟ عشان انا ما خلصتش واجبي. سؤال، ان ان اور، في خلال ساعه. when I finish I call you، لما اخلصه هتصل بيك. يبقى when will you finish، هتخلصي امتى؟ when will you finish، في خلال ساعة. السؤال التاني، رتب، هنرقم عشان ايه الوقت. healthy food gives us energy، الطعام الصحي بيدينا ايه؟ هنا healthy food، لا هنا gives number 3، واس نمبر 4، وانرجي نمبر 5، هنكتبها بس عشان كده ممكن نتلخبط بقى. healthy food gives us energy، بتدينا طاقه الاطعمه الصحيه. سفنجي is a kind of cake، نوع من الكيك. from موروكو، من دولة المغرب. humans، البشر. have، عندهم. 210 bones، 210 عظمة. in their bodies، في أجسامهم. eating، أكل.
more vegetables, الكثير من الخضروات is very important, مهم جدا. السؤال التالت اختار. My mother likes sugar in her tea, not much. مادام not much تبقى little. عايزة سكر قليل. Would you like هتبقى some. خدناها كتير. Lemons and oranges are هتبقى juicy fruits. فواكه فيها عصير. فيها عصارة. What is the نقط for? What is the reason for? ما سبب ان انت جيت متأخر. Healthy نقط. Healthy snacks. الوجبات الصحية مفيدة ايه لصحتك. جايب لي باراجراف عن healthy food لسه حلينه هنلاقوه برضو ورا موجود. Page 112. وامتحان طبقا لشكل محافظة بورسعيد ان هو بيجي كله اختياري. Can I ask you some questions؟ ممكن اسألك بعض الأسئلة؟ هتبقى yes of course، نعم بالطبع. What is your favorite food؟ ايه طعامك؟ قبل ما اجاوب هلاقي هنا كلمة nuts، يبقى طعامي المفضل النتس. Why do you like nuts؟ ليه بتحب النتس؟ هقول nuts give me energy، بتدينا طاقة. سؤال إجابته we need energy، بنحتاج الطاقة to be able to do many things، عشان نعمل الكثير من الأشياء. يبقى why لماذا؟ Why do you need energy؟ ليه أنتم بتحتاجوا الطاقة؟ ثم سؤال إجابته we should eat healthy food، ينبغي يعني أن نأكل أطعمة صحية. يبقى what should we eat؟ السؤال الثاني صح. هنا much cars، طبعا much cars أخليها many cars، مفيش many تبقى a lot of. يوجد الكثير من السيارات في مركز المدينة. قالت لوحدها ما تنفعش، قالت القليل الكمية ما تنفعش، وقالت القليل الكمية. الفرق بين الاثنين دول هما الاثنين الكمية، دي قليل الكمية يكفي، دي لا يكفي، والاثنين ما ينفعوش. انا بتكلم على السيارات. We don't like this soup، ما بنحبش الشوربة دي. There is too much salt، وقال لي تبقى ماتش، في ملح كتير. Don't adding، لا don't add، don't بيجلوها المصدر. عمر doesn't do a lot exercise، طبعا enough ما بيعملش تدريبات كفاية. I don't like some sugar in my coffee، طبعا any في النفي والسؤال، ما بحبش سكر في القهوة. وبكده يبقى خلصنا الوحدة التامنة بالكامل من منهج تانية اعدادي الترم التاني 2024. ما ننساش نعمل اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله هننزل باقي الكتاب واهم الامتحانات وشرح المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.